تزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني واستمرارا لجهود الدولة والحملة التي أطلقها صاحب السمو سيدي الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه بجسور الخير، تلاقى من توجيهات ودعم قلب الكبير الشيخ جواهر باستمرار الحملة. اليوم الحمد لله نحن قدرنا أن نجهز أكثر من 5000 طرد غذائي وصحي للمتطوعين اللي الحمد لله اليوم مع مركز الشارقة للعمل التطوعي والهلال الأحمر الإماراتي والقلب الكبير وجمعية الشارقة المتطوعية جمعية الشارقة الخيرية. حقيقة حسينا بجهود جبارة وبتكاتف وتلاحم المجتمع الإماراتي من مقيمين ومواطنين وكل الجنسيات الموجودة الحمد لله، أكثر من 700 متطوع اليوم معانا هنا في العمل وكلهم بيد واحدة. هذا الشيء الغرس الطيب لغرس زايد الخير اللي بناه قيادتنا ورئيسنا الله يطول في عمره وسلطان الخير. الأمور هاي كلها تبين اليوم مدى تلاحم شعب الإمارات ومدى حبه للعمل التطوعي وحبه للعمل الخير ودعم إخوانه وأشقائه السوريين الأتراك. هذه كلها ما يت إلا من شيء كبير بنت قيادتنا في حبنا وتأخينا من مواطنين ومقيمين وأجانب ومسلمين وغير مسلمين. الكل اليوم يا هب هبة واحدة والكل يحب يقدم خدمات لدولة الإمارات، يقدم خدمات للناس المحتاجين. هذا كله لمسناه اليوم من تواجد المجموعة هذه اللي الحمد لله أثبتت تعاونها وتأخيها.